السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل متابعين اليوم السابع. أنا مع حضراتكم في بث مباشر جديد وتحديدا من داخل سوق المواشي اللي معروف بسوق الثلاثاء وأكبر سوق في الوجه البحري، يتردد عليه التجار من جميع محافظات مصر وبيتحكم كمان في حركة البيع والشراء. إحنا حاليا في مكان خاص بسوق الخيول للخيل والحمير في داخل سوق المواشي. تجار الخيل هيدينا نبذة عن الأسعار بتبدأ بكام. احنا بنرحب بحضرتك على اليوم السابع. هنعلي الصوت بس شوية. بنرحب بحضرتك على اليوم السابع. حابين نتعرف باسم حضرتك. احنا معانا يعني ابراهيم السعيد، هو تاجر خيل بالشرية. حضرتك بقى كلمنا، يعني الخيل اللي موجود مع حضرتك ده نوعه ايه وسعره بيبدأ بكام؟ بس هنعلي الصوت بعد اذن حضرتك شوية. ده خيل بلدي. تمام. ده خيل بلدي. تمام. ب 38 بس. يعني ب 3800. تمام. إيه، طب حضرتك الخيل ده يعني حضرتك مثلا بتربيه ولا بتشتريه؟ لا احنا بنشتريه. بتشتريه؟ احنا ممكن هنيجي بس كده عشان نوري الصوره اكتر بعد اذنك. تمام، اتفضل. حضرتك بتشتريه مثلا؟ بنشتريه كل يوم، بنشتريه بالليل. عشان حركه سوق يعني. تمام. في السوق برضه بنشتري من الناس مثلا، من الفلاحين وكده برضه. تمام. طب حابين تشرح لنا برضو الانواع هنا، ولو المواطن بيتفرج علينا دلوقتي وحابب يشتري الخيل، هو ده مثلا بيستخدموه مثلا العربيات الكارو، او في ممكن حد ياخده يربيه؟ لا، هو في مثلا حسب الرغبه. ايوه، في واحد يرغب مثلا ان هو يعلمه في العربيات الكارو، في مثلا اللي هو يعلمه مثلا خيل الراس او الركوب او حاجه زي كده. تمام. هو كل حاجه ايه ترجع للرغبه اللي هي مثلا اللي هو المشتري. أيوة. اللي بيبيع ما هو ايه بيبيع، واللي عايز يشتري بيبقى رغبته، هو اللي عايز يعلمها يقروا ادب اي حاجه. تمام. فاللي هو يرتاح فيه. تمام. طب حضرتك تنصح يعني المواطن لو عايز يشتري خيل، ايه يعني ايه المواصفات السليمه اللي ممكن يدور عليها لما يجي يشتري الخيل؟ هو بالنسبه للمواصفات بتاعه الخيل، اهم شيء العظم. العظم اهم شيء. اهم شيء العظم. طبعا في الدم. الدم اهم شيء برضه. ايوه. طبعا العظم لما يكون مظبوط والدم حلو، دي بتبقى اهم حاجه في الخيل معظمه. يعني ما يدورش على شكله اكتر، يعني على يعني هو الدم بيرجع بردك للشكل. ايوه. الدم والنظام. طبعا الخيل لها مواصفات. تمام. الخيل لها مواصفات. طبعا بيبقى فيه دماغ حلوه وجوز ودان حلوين ورقبه حلوه ورانيه حلوه معدوله. تمام. ودي الحلو. تمام. قلت لي ان عندك اكتر من نوع، ده اللي حضرتك ماسكه ده البلدي. لا، هو معظم اللي هنا البلدي. اللي هنا بلدي. السوق هنا البلدي. طب ممكن في حاجه كمان تجيبها لنا؟ في كرة. تمام. رغبتهم كلهم الايه؟ يعلقوهم في الكار. في الكار. تمام. لكن انت قلت لي الاسعار برضو بتتفاوت يعني. كل مهره لها سعر او مهره له سعر. تمام. مش كله زي بعض. تمام. ممكن في برضو تجيب لنا اللي حضرتك اللي قدام ديت؟ اللي هو اللي قدام. تمام. احنا بنوري حضراتكم، احنا لسه في داخل سوق الخيل والحمير بسوق المواشي بمدينه الزقازيق. بنوري حضراتكم جوله على احنا بنشكر حضرتك جدا. احنا كمان هننتقل مع حضراتكم لسوق الحمير عشان نعرف الاسعار فيه بتبدا بكام. الحمير دي بتاعتك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تعالى بقى حضرتك اشرح. ما شفتش حاجة. هي بعد ما الحمير طلعت. خلصت يعني؟ كنت الصبح. ان شاء الله المرة الجاية نجي لكم بدري شوية. سعره بيبدأ بكام؟ مش كله، في ب 15100، في ب 4000، في يعني الحمير بتختلف. ب 15100 يعني ب 1500 بيبدا؟ 1500. الضعيف ب 1500. الضعيف ب 1500. من اي حد جامد ب 5000. الحمار اللي يعني اللي حضرتك تقصد انه قوي شويه ب 5000. 5000 6000. 6000 على حسب يعني. حسب في خيل هنا. لا ان شاء الله باذن الله. يمكن زي ما حضراتكم يعني كنا في جوله على سوق الخيل والحمير، الحمار بيبدا من تقريبا من 1500 بيوصل 5000. حاضر. حاضر. بيبدا بكام عندكم السعر؟ دي ايه نوحي؟ بتبدا بكام؟ سعرها بيبدا بكام؟ سعرها 3000. ده بلدي برضو؟ 3000. بتبدا ب 3000. دي بتبدا من 3000. من 3000. من 3000. بس بتاع كويسه قوي. ما شاء الله. مش بلدي، فلسطين. تمام. خلاطه يعني. تمام.
هو ده سوق، ده مخصص للخيل والحمير بتحديدا داخل سوق المواشي، بيتردد عليه كل يعني اللي حابب يشتري خيل او حمير. اه تمام. ودي برضه بتاعي. سعرها بيبدا بكام دي؟ دي عامله 2500. 2500 اه تمام. نزل ارقام على البورد على البتاع. ان المتابعين اللي بيسالوا ده فين في الشرقيه؟ ده في سوق التلات، هو معروف في مدينه الزقازيق في عزبه المسلميه التابعه للوحده المحليه ببوردين. هو اكبر سوق على مستوى الجمهوريه واكبر الاسواق في وجه بحري، وبيتحكم في حركه البيع والشراء في اسواق المواشي. بنشكر حضراتكم جدا على المتابعه، وكنا معكم في جوله من سوق الخيل والحمير بسوق المواشي بمحافظه الشرقيه. اه.